على بلادي. بلادك يا وليدي من أجمل بلدان العالم، بلادك الجزائر من قديم الأزمان كانت وما زالت بلد الشجاعة والعز، بلد الخير والهنا، بلد الأصل والعلم والدين. خليني نحكي لك حلم الجزائر. العز والخير تاع بلادك طمعوا فيه ناس وحبوا يحرموا أهله منه وتعداوا على الجزائر. البلاد دافعوا عليها بقوة، لكن قوة الطمع غلبت. وعاش الشعب عوام وعوام في الذل والفقر والحرمان. ظهروا ناس شجعان وقرروا يحميوا الجزائر، وبداوا يرسموا في حلم كبير، حلم التحرير، وبداوا ينشروا في الحلم بين الناس، والفكرة تمشي وتنتشر، وبدا التغيير بمجموعة شبان صغار جمعوا بعضاهم وقروا باللي هما اللي يبداوا التغيير وهما اللي حقوا حلم التحرير. ومشيت الفكرة بين الناس وتقوات العزائم، والشعب تسلح بالإرادة، ورغم قوة المحتل لكن الجزائريين آمنوا بالحلم ورفعوا شعار الله أكبر، خاطر عرفوا بلي قوة الله فوق كل قوة. وأخيرا تحقق حلم التحرير. الحلم التالي كان حلم البناء، وانطلقوا الجزائريين بكل ثقة وكل عزم يبنيوا في الجزائر الحرة مؤسسات وصناعات وزراعة وإعمار، والخير بدا يعم البلاد، والناس عايشة بثقة كبيرة، حاملين معهم تجربة ناجحة لحلم أمنوا به وقدروا يحققوه. بعد أعوام غيمة سودة غطات سماء الجزائر،
عشر سنين ولا اكثر والغيمة مغطية البلاد. الجزائري قوي وشجاع لكنه حساس، والغيمة غماته وضعفاته وقطعت فيه الأمل. وزعزعت فيه ثقته بذاته. تعلم وفهم وكل محنة تزيد في الراس عقل. اليوم الغيمة راحت والشمس ظهرت والبسمة بدأت ترسم على الوجوه. وانت يا وليدي اللي معول عليك الجزائر، انت اللي ترجع الامل. اقرا واسمع وشوف وتعلم، اتعلم كيفاش تعيش سعيد، اتعلم تنشر الامل بين الناس، اتعلم تكون عندك ثقه ويقين في الله عز وجل، اتعلم كيفاش تحلم وتنشر الحلم بين الناس، واهم حاجه انك تحقق الحلم. انت اللي تحقق الحلم، حلم الجزائر.